عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم، وحلقه جديده في دور ال 16 من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الثاني من العباقره عائلات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين هي العائلة المثالية؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من عائلات بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثانية كل نقطة ب 1500 جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت عائلات مصر جمعت 2,792,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. في الموسم الثاني من عباقرة العائلات، شركة LG بتقدم جايزتين لأصحاب المركز الأول والمركز الثاني، وطبعا عندنا جايزة للعيلة المثالية. شكرا لشركة LG. 16 عيلة مصرية في منافسة في الثقافة والعلم، والهدف هو الحصول على كأس العباقرة للموسم الثاني للعائلات. أول عيلة مشرفانا في الاستوديو من محافظة القاهرة، نرحب كلنا بعيلة معتز. ربنا كرمنا الحمد لله الماتش اللي فات، يمكن أنا كنت مشارك بشكل رئيسي عشان الأولاد ورغبتهم إن هم يشاركوا، بس لما عرفت طبعا إن هو كل سؤال أو كل إجابة إحنا بنجاوبها بيرصد بيها مبلغ لمساعدة الأسر ومساعدة الناس المحتاجين، ده اداني دافع اكتر ان احنا نجاوب صح. مش مهم مين يكسب، بس المهم ان احنا نجاوب صح. وبشكر البنك الاهلي عن الدور العظيم اللي بيقدمه ده، ونرجو ان كل البنوك وكل الشركات الكبيره انها تقوم بالدور ده. المجتمع محتاج الكلام. محمد اللي نزل المره اللي فاتت تحت الضغط وجاب درجتين، فالمره دي ان شاء الله معتز اللي نازل تحت الضغط، لانه هو مستعد كويس ومذاكر كويس، وربنا يوفقه باذن الله، وان شاء الله هنجيب سكور عالي. نقطه فينا كانت في مجال التاريخ وضربات الجزاء، وإن شاء الله في الماتش ده نجيب في المجالات دي سكور عالي عشان إحنا ذاكرنا فيهم، وربنا يوفقنا. في الماتش 32 كنا معتمدين اعتماد كامل على بابا، بس بعد ما تأهلنا للدور 16 اعتمدنا على نفسينا وبدأنا نذاكر، وإن شاء الله هنجيب درجات عالية في الدور 16. عيلة معتز الحمد لله على السلامة، مبروك التأهل لدور 16. قولي يا دكتور، لما رجعت البيت وقعدتوا مع بعض قلتوا ايه؟ اجواء بقى ايه خارج الاستوديو؟ هو احنا كنا واخدين الموضوع الاول زي ما قلت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت، ان احنا كان الموضوع فور فن شويه، بس طبعا لما حصل تاهل فقلنا لا، يعني الموضوع قلب جد. بجد قلب جد، وقعدنا نذاكر. يعني انا في شغلي، انا يمكن مدير في شركه أو مدير الشركة الخاصة بتاعتي، أول مرة بقى أقعد مع الولاد ونقعد نذاكر مع بعض الرموز والعناصر والأعداد الذرية. رجعنا 30 سنة لورا، رجعت تذاكروا تاني. شفتوا بقى المذاكرة حلوة إزاي؟ إيه رأيك في المذاكرة يا منة؟ إحنا كلنا بنذاكر أصلاً، بيسمعولي أصلاً بابا. هو يعني بابا تحس إن هو قلب طالب مش زينا، يعني إحنا كمان بنتعلم منه إزاي بنذاكر. بس حلو التجمع ده، جميل، تجمع مختلف وحلو، الجو كله بيبقى جميل. يعني حاجه نشاط عائلي مشترك مع الاولاد، يمكن اول مره انا اشارك معاهم في نشاط بالشكل ده، حاجه جميله جدا. جاهزين الماتش النهارده ان شاء الله باذن الله. نحيي كلنا عيله معتز. اما العيله الثانيه واللي مشرفانا في الاستوديو وهتنافس وبقوه للوصول لدور الثمانيه، من محافظه السويس، نرحب كلنا بعيله لمعين. أنا سعيد جدا بوجودي في برنامج العباقرة عائلات الموسم الثاني، لأن البرنامج بالاشتراك مع البنك الأهلي بيحاول يساعد الناس في مصر إن هم يعملوا تنمية للمشروعات الصغيرة
وده اللي فعلا مصر محتاجاه الفتره اللي جايه. في دور ال 32 كان عندنا نقطه ضعف في مجال الفنون، حاولنا نراجع اكتر معلومات علشان نجيب سكور اعلى في دور ال 16. دانيال هو اللي هينزل تحت الضغط النهارده علشان هو عنده معلومات كويسه في كذا مجال، ان شاء الله يجيب سكور عالي. انا كنت فرحان جدا ان احنا عدينا من الدور ال 32، واحنا ان شاء الله استعدينا كفايه للدور ال 16، ان شاء الله نوصل للدور ال 8. عائلة لامع ايه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. منورنا في الاستوديو. نور حضرتك يعني. قولوا لي بقى احساسكم ايه وانتوا بتتفرجوا على نفسكم في التلفزيون؟ هي تجربة جديدة احنا أول مرة نخوضها، ويعني ابتدينا نتعلم ايه الأخطاء اللي وقعنا فيها علشان ما نكررهاش تاني. كانت ايه من وجهة نظرك؟ أولاً الظهور في الاستوديو بالنسبة لنا كان يعتبر كله جديد. طبعا الحاجات اللي لقينا نفسنا فيها مش قد كده قعدنا نركز عليها شويه. عملت ورك شوب كده وقعدتوا تذاكروا مع بعض؟ اه يعني جميل جدا. جوانا الليدر بتاع الورك شوب طبعا. جوانا عندها خبره اصلا، يعني هي اللي بتقسم المهام بقى وكل واحد هيعمل كذا وكده. طبعا المكسب شعوره حلو جدا جدا جدا. شفت يا جوانا احساس مختلف ازاي؟ خالص. هنشوف ماتش النهارده هيمشي ازاي ان شاء الله. نحيي كلنا عائلة لامعي. الموسم الثاني لعباقرة العائلات، ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. واول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هو الشهر الهجري السابق لشهر رمضان؟ مدام داليا اجابتك شعبان. شعبان اجابه صحيحه. شعبان هي الاجابه الصحيحه. وبكده مدام داليا هتختاري مين اللي يبتدي الاول؟ عيله لمع. عيله لمعي هتبتدي الاول. واول فقره هي فقره العلم. العلم. العلم اربع اجزاء: جغرافيا، تاريخ، ادب، وعلوم. عيلة لمعي الجوكر امتى؟ زي الماتش اللي فات؟ جغرافيا. في الجغرافيا. سؤال سهل ولا صعب؟ سؤال سهل ولا صعب؟ سؤال سهل ولا صعب؟ انا شايفه سهل. اه طب الحمد لله. يبقى جوكر. دوس على البازر. جغرافيا. والسؤال هو: في اي بحر تقع جزيرة الاخوين؟ في اي بحر تقع جزيرة الأخوين؟ من أفضل التجمعات المرجانية ومناطق الغطس. دكتور ماجد إجابتك البحر الأحمر. حضرتك بتسألني مش بتجاوب. هي إجابة جوانا. طب لو هي إجابة جوانا وسؤال بعشرين نقطة حضرتك تجاوب ليه؟ المفروض هي اللي تجاوب. مفروض. صح يا دانيال؟ صح. جوانا إجابة صحيحة. البحر الأحمر الإجابة صحيحة. أول 20 نقطة هدية من جوانا لدكتور ماجد. عيلة لامع 20. عيلة معتز عندك سؤال في جغرافيا، في جوكر؟ لا ما فيش جوكر. هنرجع بيه البيت ولا إيه؟ في العلوم أو في العلوم زي الماتش اللي فات إن شاء الله. تمام. جغرافيا. والسؤال هو: ناكورو هي بحيرة تشتهر بكثرة طيور الفلامينجو الوردية، ففي أي قارة تقع؟ طيور الفلامينجو دي طيور مهددة بالانقراض. ده بقى من أكبر أماكن تجمعاتها. ثانيتين. مدام داليا. قارة آسيا. قارة آسيا إجابة خاطئة. مش في قارة آسيا. في إجابة؟ جرب بقى. دانيال. أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية إجابة خاطئة. 50-50 ولا لأ؟ 50-50. دوس على البازر. زائد 10 أو ناقص 5 أو تقولوا مش هنجاوب. أوروبا، إفريقيا. هناخد الريسك.
افريقيا ان شاء الله. محمد افريقيا اجابه صحيحه. فعلا في كينيا. برافو عليك يا محمد. وكده النتيجه 10 عائله معتز، عائله لمعه 20. وعندكم سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو إلى أي الحروب تنتمي سلسلة معارك هجوم المائة يوم؟ 100 days offensive. 10 ثواني. The 100 days offensive. دكتور ماجد. الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية إجابة مين؟ كلنا. اتفقتوا مع بعض؟ يبقى محدش هيزعل. إجابة خاطئة. حرب سلوية؟ أقول له لا. في إجابة ولا فيش إجابة؟ بابا بسرعة. بابا. آخد إجابة حالا. محمد. حروب الصليبية. الحروب الصليبية إجابة خاطئة. 50-50؟ آه. دوس على البازر. اختيارين قصادنا على الشاشة. حرب المائة عام ولا الحرب العالمية الأولى؟ المائة عام. يعني حرب المائة عام هتبقى هجوم المائة يوم. كان لازم تسمع كلام دانيال. آه. إجابة خاطئة. دانيال كان عندك حق. الحرب العالمية الأولى. عائلة لمعي خسرتوا 5 نقط، وبكده نتيجة 15. عائلة لمعي، عائلة معتز 10. وسؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو من هو الرئيس والزعيم الإفريقي الذي عرف بلقب مديبة؟ من هو الرئيس والزعيم الإفريقي الذي عرف بلقب مديبة؟ فات 8 ثواني وفاضل 9 ثواني. مديبة ده اسم القبيلة بتاعته. مين يا منة؟ نيلسون مانديلا. مانديلا. مديبة يعني الكبير في المقام، ومانديلا إجابة صحيحة. برافو عليك يا منة. كده النتيجة 20 عيلة معتز، 15 عيلة لمعي. سؤالين في الأدب، وأول سؤال لعيلة لمعي. أدب، والسؤال هو من هو الإمام القائل يخاطبني السفيه بكل قبح فأقرأ أن أكون له مجيبة؟ جوانا. الإمام الشافعي. الإمام الشافعي إجابة مين؟ إجابة جوانا. الإمام الشافعي إجابة صحيحة. برافو عليك يا جوان. 10 نقط، مهمين جدا. وكده النتيجة 25 عائلة لمعي، 20 عائلة معتز. أدب، والسؤال هو من هو الأديب والمفكر العملاق الراحل صاحب كتاب التعريف بشيكسبير؟ منا بتتناقش وشكلها عندها إجابة. 10 ثواني. إجابتك يا منة. عباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد عملاق الأدب العربي. إجابة صحيحة. عباس العقاد هي الإجابة صحيحة. وكل النتيجة 30 عائلة معتز، 25 عائلة لمعي. آخر سؤالين في الفقرة، وأول سؤال لعيلة لمعي. علوم، والسؤال هو ما هو الكوكب الذي يحتوي على أكثر الأغلفة الجوية برودة في المجموعة الشمسية؟ The coldest atmosphere. فات 8 ثواني. دكتور ماجد إجابتك. نبتون. نبتون. في إجابة تانية؟ في إجابة تانية. يبقى نبتون إجابة خاطئة. مش نبتون. محمد.
بلوتو. إجابة خاطئة. مفيش 50-50. الإجابة الصحيحة أورانوس. عائلة معتز، آخر سؤال في الفقرة وآخر فرصة للجوكر. في جوكر؟ جوكر. دوس على البازر. علوم، والسؤال هو من هو الفيزياء الإنجليزي الشهير الذي ألف كتاباً في علم التاريخ؟ التسلسل الزمني للممالك القديمة. 10 ثواني. 5 ثواني. 19 ثانية. إجابتك. إدوارد نيوتن. نيوتن. للأسف الشديد إدوارد نيوتن. إجابة خاطئة. في إجابة؟ تفضل. ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج. إجابة خاطئة. ما قدرتش أعلق. انتوا خدتوا 50-50. خدنا 50 صح. الحقيقة انت قلت اسمه غلط. فما ينفعش احسبها صح. تعرف لو كنت قلت نيوتن بس. أيوة. في الاول للأسف الشديد احنا ما بنقدرش ناخد غير الإجابة الاولى، علشان كده لما حد يقول إجابة غلط ما يصلحهاش، خلاص هي غلط. المرة الجاية ناخد بالنا، لان الإجابة الصحيحة إسحاق نيوتن، وكان ممكن نحسب نيوتن صح لو كانت اتقالت نيوتن بس. هارد لك. النتيجة في نهاية الفقرة 30 عيلة معتز، 25 عيلة لمعي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 55 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 82500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر.